السيدة والسادة أهلا بكم إلى نشرة إخبارية تأتيكم من قناة المكلا، نبدأها بأبرز العناوين. وكيل أول حضرموت يطلع على الأوضاع الخدمية بمنطقة ميفع غربي المكلا. انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل استجابتها الإنسانية لدعم الأوضاع المعيشية في حضرموت. وقفة احتجاجية بالشحر تطالب بتنفيذ كورنيش سعيد عبد المعين وإلغاء عقود الاستثمار في الشواطئ. القوات المشتركة تكبد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهة الساحل الغربي.